برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، يعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري 14 غدا الاثنين، وذلك عن بعد، حيث ستشارك الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين في الاجتماع بوفد برلماني برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. وللحديث أكثر عن الاجتماع الخليجي معنا عبر الهاتف سعادة النائب علي إسحاقي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب، عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك. مساء الخير سعادة النائب، وفي البداية يعني ما هي الموضوعات المقرر مناقشتها خلال هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. طبعا بكرة بإذن الله مملكة البحرين راح تستضيف الاجتماع الدوري 14 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون برئاسة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب البحريني. طبعا الجدول الأعمال بيكون أربع بنود، في البند الأول بيكون اطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري 13 لأصحاب المعالي السعادة رؤساء المجلس التشريعي واللجان التابعة لها بدول مجلس التعاون، والتقرير بيكون مقدم من معالي السيد صقر غباش رئيس مجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. والبند الثاني بيكون بخصوص اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وسوف يتم تقديم مذكرة بهذا الخصوص من الأمانة العامة للاجتماع لأصحاب المعالي رؤساء المجالس للاطلاع على مدار أو المستجدات بخصوص هذا الموضوع. والموضوع الآخر الثالث بيكون مواضيع الخليجين المشتركة، وتم اتخاذ القرار بأن يكون موضوع الخليج المشترك والسياسات المشتركة الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ما بعد كوفيد 19 إن شاء الله. والرابع والأخير يكون مقترح تشكيل لجنة للتعاون في البرلمانات دول أمريكا اللاتينية بتكون. وهذه أهم البنود بتكون، وطبعا بيكون البند الأخير كما يستجب من أعمال إن كان موجود أي موضوع آخر سوف يتطرق. نعم، سعادة النائب علي إسحاقي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب، عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك، شكرا جزيلا لك.